السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم متتبعي قناة طرز رشا، كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم بإذن الله جيت بدرس جديد إن شاء الله، بإذن الله دروس للمبتدئات البنات. وخا جمعت أنايا الرشمة كلها، فيها الوريقات وفيها الإصاد وفيها الخنيجرات، انا كنقول لهم الاقواس ان هنايا الخطفه ورضا بالخطفه. البنات تعمدت ندير هذا الدرس هذا للمبتدئات لان عندهم مشكل في الخطفه. بغيتكم تتبعوا معايا الفيديو ان شاء الله حتى الاخير، وطبعا غتمشيو معايا دقه دقه. بالنسبه لهاد الورده هذه، دائما البنات الا كنا غادي نخدموا الخطفه او غادي نخدموا العراض، يعني نخدموها بالعراض ونخليوها خاويه من الوسط، او بينا نخطفو نديرو الخطفه، كنديروها دائما على اليمين، دائما كنجيبوها على يدينا اليمنى. هاد البلاصه هادي ديال الماكينه، اونفاصلينا هاد الحديده ديال الماكينه اللي كتكون هنايا، هي اونفاصلينا. المسطره غاديه ديريكت، المسطره غاديه ديريكت جهتي يدي اليمنيه. اشنو كندير ملي كنبغي نخدم؟ كندير واحد القياس ديال العراض. شوفوا معايا البنات، ركزوا معايا. مثلا البنات كنجيب عراض، ها القياس ديال العراض اللي بغيت، كنجي حتى لهاد القنت هذا، يعني بحال الوسط، يعني بحال الا جيت خدمت هاد العراض رقيق حتى الوسط. هنا غادي نطلق العراض وغادي ندير بحال الا غادي ندخل حتى نوصل ثاني هنايا، وندير نفس العراض اللي درت في هاد البدايه هذه. ردوا معايا البنات البال، انا غادي نعرض. شوفوا انا عرض دابا، غادي نمشي مع التخويصه. انا جيت حتى لهاد البلاصه هادي، اشنو غادي ندير؟ غنمشي غادي نهبط، غادي نهبط مع هاد السطر هذا، وغادي ندير نفس العرض اللي درت في هاد الاتجاه هذا. شنو غادي ندير ملي كندير هاد الاطار هذا؟ كنجي كنشد نفس العراض اللي باش بديت، وكنبقى كنخدم، كندير مرمى وكنجيبها بهذه الطريقه، يعني كندير بحال الا كنكسكس، ماشي كنكسكس بالخياطه، كنكسكس بالعراض. شوفوا معايا البنات، هذا هو العراض، هذا هو العراض باش غادي نتمشى، هذا هو القياس، راه وصل لاربعه الشرطات، العراض وصل لاربعه الشرطات. كنشد كنمشي، شوفوا معايا البنات، كنمشي بالخفيف، ما كنمشيش بالتعمار التعمار، كنمشي وكنجي، ولكن في نفس الوقت ماشي كنمشي كنمشي هكا ونجي هكا، كنمشي وندير بحال هكا. حتى ملي كندير داك كندير المرمى وكندير بحال الا كنمشي بحال هكا، يعني بحال هاد الطريقه، راه داك الاطار اللي درت ما بقاش مازال مأطر، يعني الورقه او الوريده ما بقاتش مأطره، حيت كنخدم على الحاشيه وخيط كيدخل في خيط وما كتجيناش مأطره. بالنسبه للوريده الا كانت فيها الخطفه ما كتكونش مأطره. لنفرض انكم بغيتوا ديروا ليها تحرك ديال المرمى، او غادي تديو المرمى وتجيبوها من الحاشيه، غادي نخدموا مثلا، غادي نخدموا خلاصه احنا خدمناها، مثلا البنات في اخر لحظه بغينا نديرو ليها شي زواق من برا، اشنو كنديرو؟ كنمشيو في الحاشيه بحال هكا وكنديو يدينا وكنجيبوها، مثلا يعني هذا عطيتكم كمثال. اما الا غادي تخدم، راه تخدم كلها بهذه الطريقه هذه، غتجي من الجنب وغتجي من الوسط، يعني تجي خطفه في الوسط وتجي كلها مجنبه، يعني كلشي الورقه غتجي بهذا الشكل هذا. غادي نمشي نخدم، غادي نخدم الورقه الثانيه، الورقه الثانيه غادي نمشي بالطريقه باش مرسومه، يعني ما غادي نغير فيها حتى شي حاجه، انا هذه غادي نديرها كلها خطفه. ثم هي البال البنات، دائما كيف ما قلت لكم، دائما على يدي اليمنى،
نفس العراض اللي كنشد، يعني نفس العراض اللي درت في الاولى غادي نديرو في الثانيه. هانتوما البنات، انا مشيت ديت المرم ديت عفوا العراض وجبته، غادي نديو نجيبو. اول البنات ديت خط وجبت خط، ديت خط وجبت خط. اشنو غادي ندير؟ انا غنخلي ركبتي على العراض، غادي نبقى ندير بحال هكا، يعني بحال الا كندير المرمه بحال هذه الطريقه هذه، وانا فيكسي ركبتي على العراض. شفتوا البنات كيفاش كتجي؟ غير ركزوا على يديكم فين كتديها، تجيبوها نتوما اصلا صافي، راه هذا ركبتكم ورجليكم على الموتور صافي، راه اصلا راه تهنيتو. اذا عقلي دائما كيكون مع الزوقه في كيفاش غاديه، وما يديا تحرك ديال المرمى. البنات هذه انا ما غاديش تجيني على اليمين، جاتني على اليسار، يعني كيف ما كتعرفوا المرمى كتكون كبيره، كندور كنجي كنخدم بنفس الطريقه. شفتوا البنات انا خدمت بنفس الطريقه، غادي نجي دابا نعمر بنفس الطريقه طبعا. ملي تنكونوا كنخدموا الخطفه كنخففوا شويه يدينا، ما كنتقلوش. البنات انا راه كنعطيكم جميع المعلومات وجميع التقنيات، علاش البنات ما كاينلاش انني نخبي التقنيات باش كنخدموا كل زواقه. الله يسهل على كل واحد، حنا ماذا بينا كل شيء يتعلم وكل شيء يخدم وكل شيء يستفد. شفتوا البنات كيفاش كتجي؟ انا خدمت معكم بشويه، انا خدمت ثاني القلب الثاني. دائما ملي كنكون كنخدم والرشمه ما مقاداش عندي، لنفرض هاد الرشمه هذه ما مقاداش عندي، يعني بحال الا داخله بحال هكا وخارجه، اشنو كندير انايا؟ كنجي كنطراسي، لنفرض غادي نطراسي انايا بالقلم رصاص او ستيلو، واخا ستيلو ما كنبغوش نطراسيو به لانه كيبقى بعض المرات، نطراسيو بالقلم الرصاص. كنحددو هو الاول باش تجينا زواقه زوينه. انا دابا حددت، ولكن حددت بالخفيف، يعني ما حددتش بالعراض ثقيل، غادي نخدم بنفس الطريقه. شفتوما يا البنات، دائما البنات واحد النصيحه نقولها لكم، دائما ركزوا على الرشمه اللي بين يديكم. صافي نساو العراض، يعني مادام كتخدموا بواحد الطريقه، يعني بواحد العراض، نساو العراض ونساو رجليكم على الموتور، يديكم هي اللي غادي تعطيوها اهميه، والتحرك ديال المرمى والورده كيفاش مطراسيه. غادي نخدم ثاني هذا القليب هذا. البنات كيفاش جات البنات؟ الا كنتو كتحددوا ما غاديش تجيكم زواقه زوينه كيف ما نتوما بغيتوها. مثلا هاد البنات، عفوا البنات مثلا خدمت الخطفه ولكن ما بغيتش نخدم الخطفه في الوسط، اشنو غادي ندير؟ غادي نخدم هاد دقه، يعني غرزه ذهبيه كيف ما كيقولوا، غادي ما غاديش نطلق فيها العراض بزاف، شويه يعني واحد شويه، يعني واحد الخطيطه بحال هكا، وغادي نثقل يديا ونمشي نخدمها بشويه عليا. ونعم
معمره البنات. ملي تنوصل هنا درت هاد التقويسه هادي، ملي كنوصل طبعا غادي نمشي في الحاشيه ديال الورده. البنات انا درت دائره وخرجت على واحد الخطيفه، يعني خرجت عليها لان درت الدقه، ما يمكن ليش ندير الخطفه ونخرج عليها، درت حل سد. طبعا غادي نخرج عليها يعني كتشكلوها بالطريقه باش بغيتو. بالنسبه لهذا، هذا رئيس، كلشي كيعرف الخدمه ديال الاس. كنرققو طبعا في الراس وكنهبطوا وكنعرضوا، ومنين وصلوا مني كنقربوا نساليوا كنرققوا. البنات بالنسبه بعض الاخوات كيسولوني كيقولوا لي واش كديري جوج خيوط في البرا. البنات مني كنكون كندير كنسجل فيديو كنسجلو بالليل، طبعا راه الظل ديال الضوء كيخلي بحال الا خدامه بجوج خيوط، وانا راه خدامه غير بخيط واحد. هاد الوريقه هادي غادي نخدمها حتى هي بالخطفه. كيفاش غادي ندير تنخدمها بالخطفه؟ لنفرض انني اول مره غادي نخدمها، لان هاد الورقه هادي عندها بزاف ديال التقنيات. غنوريكم انا هي تقنيه سهله وبسيطه. غادي نجنب هاد الورقه هادي، هاد الورقه هادي اون فاس لي دي اليمنى. اشنو كندير؟ كنميل شويه. شوفوا البنات ها يدي اليمنى، شوفوا غير التحرك ديال المرمى اللي كنحرك. ها هي شفين رجعت يديا، رجعت لهاد الشي يعني هاد الاتجاه. ردو ما يربان نعاود، ها هما يديا بجوج محطوطين وحده اون فاس الاخرى، يعني وحده على اليمين وحده على اليسار. شوفوا فين غادي ترجع يديا. دائما ملي تكونوا كتفرجوا في شي فيديو بتاخذوا منه معلومات، دائما الملاحظه فين كيمشيو اليدين، الطريقه باش كدور الورده، يعني ضروري الاتجاهات. غادي نطلق العراض، غادي ندير هاد الخطفه عاديه، ولكن هادي غادي ندور فيها شويه المرمى. علاش؟ لان عندي ورقه، عندي ورقه خصني نوصل لهاد الراس هذا، يعني خصني نوصل لهاد الراس هذا. ملي كنمشي بالجنب وكنجي وكندور المرمى، يعني كنحرك كندور المرمى ماشي تنحركها، كندورها حتى كنوصل لهاد القنت هذا، وكنرجع وكندير الخطفه عاد باش نرجع ندير الثانيه. البنات ملي تنوصل للراس ديال الورقه كنحاول نجبد شي شويه المرمى، نجبدها عندي يدي اليمنى ونرجع في نفس الوقت. البنات راه خدمت معكم بطريقه اللي هي سهله وبسيطه، لان كيف ما قلت لكم كاينين بزاف ديال التقنيات باش كيتخدموا هاد الوريقات. شوفوا غير الاتجاه، انا البنات كملت الثانيه. غادي نمشي غادي نشد نفس العراض وغادي نمشي بيه وانا كنميل المرمى. طبعا انا هابطه، شوف البنات كيفاش كندير،
الغرزة خصني نعرفها فين ساليتها وأي اتجاه عطية، يعني خصني نمشي مع الاتجاهات. هذا الرأس هذا ديال الوريقة غادي نمشي طبعا مع التدوار ديال المرمى. ملي تنحس براسي صافي قربت نسالي راه كنرقق الراس كنرجع شنو كندير ملي كنوصل كنرجع لنفس الاتجاه باش حبست الغرزه كندور البنات المرمى. شوف البنات كندير بحال الا كنكسكس بهذه الطريقه هذه. شفتوها البنات ها هي الطريقه ديالها سهله. كاينين عدة طرق، يعني مثلا نخدم معكم بعد هادي ودي نخدم معكم هادي ونرجع تاني ندير وحده بالتحرك ديال المرمى. هادي البنات خدمتها مجنبه، يعني الورقه ما كتجيش على يدي، جات على يدي اليسرى في الاول ولكن من بعد ميلتها كنخدم وكنرجع كنضرب النص ديالها. شنو كندير كنجي كندير الخطه شفتوا معايا البنات كنجي للجهه الثانيه، يعني الاولى خدمتها في هذا الاتجاه والثانيه غنخدمها ثاني في هذا الاتجاه. شوفوا ما هي الطريقه باش كنحرك المرمى. هنا راه دورت شويه باش ندخل لهاد التقويسه هذه باش ندخل ليها واحد شويه ونعاود نخرج وانا كنميل المرمى. البنات كتجي زوينه كتجي راقيه. هاد القوس هذا بينا نخدموه بحل سد نخدموه بينا بالتعمار بالدقه، يعني باش ما بغيتو. انا كنفضل دائما الزواقه تكون مشكله ما بين حل السد والغرزه الذهبيه والخطفه، راه كتجي الزواقه زوينه. البنات راني كنشرح مزيان باش توصل لكم الفكره. شفتوا معايا البنات فاش كنكمل كي كتعطي الزباقه، خصوصا الا خدمتوها بالنواغ كتجي راقيه كتجي زوينه وتكملوا عليها طبعا بالعقيق. انا ترصيت وحده اخرى غنوريكم الطريقه باش تشنفوا. هذه دابا منفصليه انا يعني مقابله معايا كاينه في الاتجاه عندي انا كنشوف فيها. البنات كنبدا دابا هي منفصليه، غنوريكم البنات هذه منفصليه انايا. اشنو كنديروا البنات هاد العراد هذا هاد العراد كنمشي به كندي وكنمشي وانا كنميل المرمى. دائما البنات نحاولوا نشوفوا الاتجاه كندي ونجيبها ونجيبها.
نشوفوا البنات ونعرف فين غادي ينقص ونعرف فين غادي نزيد. شوفوا البنات انا ضبط كنميز، شفتوا معايا البنات؟ انا دابا غادي ندير الثانيه، كنخدم معكم دابا غير بوحده بوحده. كنتي ديروا نجيبها البنات، الا بغيت تمشوا حتى للقنت وترجعوا حتى للحاشيه ما كاين مشكل. مثلا كنتي حتى لهاد البلاصه ونرجع، شنو هي البنات؟ هادي غادي نخدمها بالتدوير ديال المرمر. شوفوا معايا البنات فين كنتمشى انا، قد ما كندير الغرزه كندور معايا المرمر، قد ما كندير الغرزه كندور المرمر. شوفوا معايا البنات راه ملي كندور هاد الغرزه هادي كتجي هنا، ولكن الضربه راه كتجي هنايا، يعني ما كتجيش وحده ومنفصل الاخرى، يعني ما كتجيش الغرزه النيشان، كتجي الغرزه هنايا وكتجي الاخرى هنايا. اشنو كندير البنات في هذه الحاله هذه؟ كنجي من هنا الى غادي نكمل التعمار، كنبدا كندي يدي وكنجيبها ونشوف البلاصه اللي غادي نضرب فيها. وبشويه عليا شفتوا معايا البنات هنا، مثلا جاتنا بهاد الطريقه هادي، كنهبطوا شويه باش تكون هنا بحال هكا مقنطه. شنو كنديرو؟ كنزيدو غير شويه. شفتو معايا البنات؟ بهذه الطريقه هادي باش ما تجينيش محدده. البنات كاينين طرق اخرين ان شاء الله غادي نخدموهم مع بعضياتنا. بالنسبه لهاد السلته هادي كنخدموها في القفيطنات بالسقلي، كنخدموها في جليلبات، اللي بغات تخدمها في الجلبه تخدمها، كدير وحده فوق من وحده، يعني هاد الورده وفوق من هاد الاقواس، كنهزو هاد الورده ثاني كنحطوها هنا وكنبداو الزواقه. هاد الورده هادي، هاد الزواقه هادي، اشنو اللي غادي نبداو فيها؟ غادي نبداو العليفات هادو اللي محطوطين هنا، هاد العليفات وهاد القوس عاد باش نخدم هاد الزواقه هادي. البنات نحاولوا نخدموا الزواق اللي كيكون قريب، يعني الزواقه اللي خصها تبدا هي الاولى. علاش؟ مثلا هادو انا دابا غادي نخدمهم هما الاولانيين باش الا خدمت هادي تكون الزواقه مفينيه. انا نخدمها بالدقه البنات، شفتو معايا؟ هادي دابا غنخدمها. شفتو البنات كيفاش دايره؟
البنات نخدم هادو كلهم بالدقة ونعاود نرجع باش تشوفوا الطريقة باش نخدم الأخرى. شفتوا معايا البنات أنا خدمتها كلها بالدقة. بالنسبة لهاد الوريدات هادو عاديين يعني ماشي بالتدوار ديال المرمى، كنحاولوا دائما نخدموا تقويصة. هادي راه صغيرة يعني قد ريال، هادي الحجم ديالها قد ريال. كندير التقويصة وكنجي تاني فوسط منها، كندير تاني التقويصة ونجي تاني فوسط منها، ولكن دائما كنرد البال باش ما نقيش في الزواقه اللي ديجا خدمت. شتي البنات خدموا غير بالخطر، قد ما نتوما كتعطيو الحاجه الخطر يعني الزواقه كتعطيوها الخطر كتخرج نتيجه زوينه. حتى هادي غنخدمها بنفس الطريقه، غنخدم وحده فوحده. البنات انا ما غاديش نتبع ستيلو، البنات هذا هو الشكل النهائي ديالها. فعلا كتخرج زوينه. الا بغيتي ديرو فوق منها، بغيت ديرو فوق منها العقيق ديروه. شفتوا معايا البنات ملي كديروا ليها العقيق، انا غير حطيتو عشوائي باش تبان لكم ويبان لكم الشغم ديال الزواقه. هذه البنات تيقوني كتجي غزاله، هذه حتى هي خدمتوها بالنواغ كتجي فنه، وتنبتوها بالعقيق يعني تنبتوها بطريقتكم. كنتمنى ان شاء الله هذا الدرس هذا ينال اعجابكم وتستافدوا منه، وكنتمنى لكم التوفيق والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.